السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حال شباب انا ابراهيم خليل ولو لاحظتوا الانترو ما تغير فكل الاشخاص اللي بعجبتهم الانترو ما يحتاج تكتبون غير الانترو غير الانترو الانترو ما راح يتغير لان ما عندي انترو ثاني فتحملوا وتصبروا هذا اللي عندي الشخص اللي سوى لي الانترو وعدني راح يسوي لي انترو ثاني في الفتره الجايه لكن عنده زحمه فيعني اتوقع شهر شهرين لما يجهز الانترو حقي اي واحد اي واحد عنده انترو يبغى يعطيني اياه ما عندي مشكله ما راح اقول لا و ما راح اقصر ان شاء الله راح اقول راح ابين الناس من هو الشخص اللي سوى الانترو العموم أه خلينا نطلع من سالفه الانترو انا صارت كل الناس تكتب لي غير الانترو غير الانترو فالانترو ما راح يتغير باختصار لين يصير في عندي بديل له ما عندي بديل حاليا أه في اكثر من نقطه بتكلم عنها بس قبل ما اتكلم عنها اول شيء بتكلم عن الجيم بلاي أه الجيم بلاي زي ما انتم شايفين أه دومينيشن وهذا الشيء اللي انا وهذه الطور اللي دائما العب فيه انا بالغالب انا لو تلاح... تلاحظون 90% من الطور اللي اللي هو دومينيشن بعدين اغير بين اللي هو التيم تيم ديث ماتش وبين اللي هي الطور الجديد اللي هو كل كونفيرم عجبني كل كونفيرم بواجد اكثر من اللي هو تيم ديث ماتش والسبب انه حتى لو ما ذبحت كثير ممكن تخدم فريق بشكل كبير ممكن تقعد تلقط الدوج تاج وتسوي ديناي يعني في في لها اكثر من طريقه للتعاون وهذا شيء يعجبني في اللعبه انا احب اللعبه اللي يعني يعتمد على الفريق اكثر من يعتمد على شخص واحد صحيح ان كور اوف ديوتي فيها فرديه بشكل كبير لكن هذا الجزء اعيد واكرر هذا الجزء احس انه يعني اعتماده على التيم وورك اكثر من الاجزاء اللي قبل ما يعني ان اللعبه قايمه على اسمه اللي هو الفريق عمل الفريق او التيم وورك لكن يعني هي اكثر من الاجزاء اللي قبل هذا رايي انا الشخصي غير كذا لو تلاحظون في الجيم بتلاحظون الحين الحين وبعدين احذف الستن واحذف الجرنيد في اماكن كانها عشوائيه أم بس ابي لكم انا ما قاعد ارمي اي شيء عشوائي ال ال بس انا للحين ماني بعارف الخريطه فهذه الخريطة الجيم ذا قديم فما كنت لسه فاهم الخريطة وين الأعلام، شلون الطرق اللي ممكن تتحرك فيها، المسارات الموجودة في الخريطة ما كنت عارفها، لكن الستن والجرنيد ما كنت أرميها بشكل عشوائي، كنت أحاول أرميها بالاتجاه اللي يعطيني فيه أسيست، وأنا حاط هارد لاين برو، هارد لاين برو مجرد ما أنا تأخذ تو أسيست يعطيك 1 بوينت ستريك، كذا يساعدني أني أطلع في البوينت ستريك اللي عندي، وهذه الاستراتيجية اللي ألعب فيها بهذه اللعبة يعني. أنا واحد دايم تلاقي عندي اسيست، ينتهي الجيم عندي يمكن 10 إلى 15 إلى 20 اسيست، وتلاقيني ذابح لي يمكن 10 15 بس بالكثير، يعني ما أذبح عدد كبير، لكن لأني أعتمد على البوينت ستريك فتلاقيني أجيب ستريك يعني أجيب السبعة أجيب الثمانية، ما عندي أي مشاكل، لكن مو من القتل، من العلم، من الأسيست والعلم، من الأشياء اللي تساعد الفريق، هذه هذه الأشياء اللي تجيب لي الستريكات، بالغالب. آه غير كذا اول ما جاء اول ما اول ما دخلت في اللعبه اول ما بديت في الجيم حسيت ان اللعبه مره صعبه علي ولا بقدر العب فيها والاستريك العالي مستحيل اجيبه آه يعني زي هذا الشيء كان في بالي من البدايه لكن لاحظت انه مع الوقت بديت يوم بديت شوي افهم الخريطه يعني مو بشرط خريطه واحده الخرائط كلها بديت شوي شوي افهم الخرائط آه لان زي ما قلت كول اوف ديوتي تعتمد بشكل كبير على فهمك للخريطه صحيح هذا الجزء يعتمد على يعني في اعتماد اكبر من الاجزاء اللي قبل أه على استخدامك للسلاح ومهارتك في استخدام السلاح لكن في البدايه وفي الاخير يعني يهمك انك تفهم الخريطه اذا فهمت الخريطه عندك ادفانتج كبير يمكن اكثر من 50% فعشان كذا من يوم ما بديت افهم الخرائط افهم وين ممكن يجوني بديت شوي شوي اقدر اجيب السريك اعلى واعلى اول ما كنت اقدر اجيب الطيارات ما كنت اقدر اجيب الريبر ما كنت اقدر اجيب الاي سي مع الوقت لما تعرف شلون يعني من وين راح يجونك وتفهم الخريطه خلاص يبدا الموضوع يسهل, يسهل يسهل يسهل, شوي شوي. اخ يكفي كلام عن الجيم بلاي في اكثر من نقطه بتكلم عنها ان شاء الله يمديني بس بديت بشرح القوائم ونزلت الفيديوهات وفي ناس استغربوا انا شلون نزلت اربع فيديوهات في يوم واحد هي هو فيديو واحد الاصل يعني انا نزلت القائمه الرئيسيه هذا الفيديو الاصلي وبعدين تبدا مساله تفاعليه فيديو تفاعلي انا مسويه تدخل بتلاقي فيه انوتيشن في كل فيديو تضغط على انوتيشن يحولك على فيديو ثاني وفي ناس جاوا في الردود ومعصبين وليش ما تسلم وش فيك داخل على مدري ايش ومن هالكلام يعني ما له داعي ابد لان اصلا انا مسجله فيديو واحد وفي النهايه قطعته وخليته تفاعلي تبدا تدخل بالفيديو ما ابغى انزل أن فيديو واحد ثلاثين دقيقه الواحد بيمل اذا يبغى جزء انا والله ما ابغى اشوف الفيديو كله ابغى اشوف مثلا شرح البركات ابغى اشوف بس شرح قائمه الاوبشن ما ابغى انا افتح فيديو 30 دقيقه وقاعد ادور لي وين القسم اللي انا ابغاه عشان كذا سويت تفاعلي تدخل على الفيديو ومن وت... فيديو الى فيديو يدخلك كانك داخل على اللعبه نفس الشيء تدخل مثلا في على اليمين ملتي بلاير على اليسار سبيشال اذا ضغطت على بلاير يشرح لك الملتي بلاير وانت ما تبغى تفهم ما تبغى شيء في السبيشال خلاص ما تدخل على فاتمنى ان اكون وضحت هذه النقطه عشان كذا انا ما اسلم في كل فيديو هو الفيديو الاول هو اللي سلمت سلمت عليكم فيه ما يعني شيء لكن اني سجلته في مقطع واحد وكان السلام في البداية وخلاص يعني الواحد مو بكل خمس دقائق يسلم مرة ثانية السلام في البداية يكون أتمنى أني بينت بي بي هالشيء غير كذا في شيء مرة مزعجني أه في الفيديوهات لاحظت أن كل شوي يجيني واحد ويكتب استغفر الله أذكر الله لا إله إلا الله سبحان الله يعني احترموا الأذكار يا عالم احترموا الأذكار يعني أه الفيديو هذا جيم بلاي وضحك وما ادري ايش يعني نبغى احترام شوي للاذكار مو بانك تجي والله وتكتب لي استغفر الله سبحان الله تحط لي اذكار في مكان ما المفروض ما تحط فيه اذكار. الاذكار مفروض انه يكون لها احترامها، يعني احترموا الاذكار بس هذا اللي اقوله. اي واحد راح يحط اذكار، اي واحد راح يحط لي سبحان الله واستغفر الله راح احذف الرد واذا تكرر منه راح اعطيه بلوك يعني. انا اعتذر لكم لكن الموضوع صار يعني حسيت انه ما في احترام للاذكار. في هذا اللي صار، غير كذا ما راح اسمح لاي شخص يجرح في شخص ثاني. في الفيديوهات عندي لا تجرحون في اي شخص، ما يعجبك الشخص هذا اللي منزل فيديوهات أه خلاص يا اخي خلي يولي عليك منه انت؟ ليش مكبر الموضوع؟ أه في الاخير في الاخير زي ما وعدتكم في كل اسبوع راح اسوي سحب على بطاقه بلاي ستيشن او اكس بوكس أه سحبنا الاسبوع الماضي وفاز ويانا واحد أه كان عنده اكس بوكس هذا الاسبوع راح يصير سحب انا احاول ما احدد فيديو محدد هو اللي راح يصير على السحب بشوف اذا عجبني اي رد يعجبني وطول ما انه عندي بطاقه راح اعطيها ما راح انتظر يعني فان شاء الله بحاول اسوي السحب على هذا الفيديو والفيديو الجاي اذا قدرت يعني كل ما طول ما انا عندي بطاقه راح اوزعها أه لا تقصرون يعطيكم الف عافيه أه اذا عجبك الفيديو عطني لايك أه اذا عجبك مره مره عطني فيفرت اذا ما عجبك عطني ديسلايك وقول لي ليش ما عجبك على العموم أه بس بين نقطه اخيره ان شاء الله راح يكون فيه تختيم اللعبه ببدا فيه اليوم ان شاء الله واتوقع يبدا ابدا انزل من الاسبوع الجاي ابى اختم كول ديوتي هو التختيم الوحيد اتوقع في القناه راح يكون كان معكم إبراهيم خليل ونشوفكم على خير